بس اعرف لك واحد قاعد بنا الى الساعه ما ادري كم بالظهر لا 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 عشان يفتح سيارته. قلت شفت واحد غبي ها اندس ورا القهوه. قلت شفت واحد غبي ها يخلي السياره شغاله 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 ولا سواق يصرف كوميدي ويقفلها يا علي. بس أيوة. انت من فين اشتريت ده؟ لا 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 ابعد عني. الله شغاله شغاله ولا سواق قفل البيبان وراح ياخذ بيتزا بيتزا هاك خلاص ويرجع اخذ خصم. ايوه اشوفك على خير يا الرمادي الاسبوع الجاي. اشوفك انا طقطق عليك لسه ما بدينا الاسبوع الجاي. شوف ان شاء الله ارجع عشانك. وخلى كل شيء شغال. تخيل وراح رجع يفتح السيارة. المشكلة انه عشان ما يطفيه عشان الحر. إيه؟ اللطع كم في الحر؟ اللطع في الحر. لا ايش المشكلة؟ وغير كذا ما يقدر يروح ويخلي السيارة. المشكلة مشكلته. أيوة؟ مشكلته انه ما عنده ريموت في السيارة. هذه مشكلة عويصة جدا. وسوى ريموت وضرب السنسر كله حق السيارة. انا بحط مبادرة من المكان هذا. اشتري لي سيارة حبيبي. لا صدق تخيل اشتري لواحد غبي زيك سيارة ينزل المفتاح جوا.